انا مش مقتنع بكلام ايات، مع ان هي في نفس المجموعه ان هي بتقول ان دي حاله شاذه. وانت كراجل بتقعد مع اصحاب كتير، واحنا نتكلم بصراحه اكتر جدا، في رجاله كتير بيتجوزوا على مراتاتهم، وفي رجاله كتير بيصاحبوا على مراتاتهم. ايه السبب لو مراتاتهم بيبقوا واخدين بالهم من نفسهم مؤامرات؟ ايه اللي بيخلي كدافع راجل يبص بره ومراته زي ما منى بتقول كده مولعه له صوابعها على 10 شمع، غير انها تفاصيل؟ ده هو السبب الرئيسي، هو ده السبب، ده هو ده العنوان الكبير. والله والله، يعني لما انا اقول تفاصيل دي تبقى يعني هقول على حاجه صغيره ممكن تكون زي ما الدكتور كده ان هي فعلا تفاصيل، تفاصيل. ممكن حاجه تاني، ان في اوبشن ان انا ينفع اتجوز مره تاني. اكيد صعب ده، تفاصيل. ما هو احنا عندنا اوبشن يعني في ديانات بالظبط، لو هنتكلم، لا انا بتكلم في ديانات اللي ممكن اوبشن ان انت تتجوز، وفي ديانات ممكن ما تتجوزش، بس في منهم ناس مش لو ما عندكش مبرر تبقى مش مخلص. ما انا زي ما قلت كنا بنقول في النص كده، انه عامه الغلط مهما كان نوع الغلط ايه ملوش مبرر، لكن ليه دافع. انا مثلا اتجوزت على مراتي او بصيت على واحده تانية غير مراتي، يعني مثلا كان في مثلا يعني هقول ان كان في خناقات كتيره جدا جدا ومش عايزه تتحل، مفيش تفاهم، مفيش مش عارف ايه، مفيش كذا مفيش كذا، بس هل ده يخليني ابص لواحده تانية او اخونها مع واحده تاني؟ حضرتك راجل كده، انا شايف لازم تحاول. ما انا لا لا انا بالظبط كده هحاول مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين. انا شايف ان كل الاخطاء ملهاش مبرر لكن ليها دافع، والدافع ليه كنترول. حضرتك الكلام اللي انت بتقول ده جميل جدا، جميل قوي. لا لا عظيم، انا شايفه ايه لما ياخدوني في لا 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 استاذ وحيد. ايوه الراجل بيبص على مراته ليه؟ لما تبقى انا برضو عايز تاني سؤالي، ست مش مقصره في حاجه وست كويسه جدا، بينهم وبين بعض مشاكل وبيتخانقوا وبيتصالحوا وبيتصالحوا وبيتخانقوا بالظبط، ايه اللي يخلي هذا الرجل الطفص ايوه يقرر ان هو ديدلاين وين عليا بالنسبه لي ان هو ياخد الطريق الى ان هو يتعرف ويصاحب عليها ويتجوزها؟ عشان حضرتك قلت كده الرجل الطفص، هو طفس او في حاجه ما بيحبهاش اصلا، في مشكله نفسيه. وبقى عايز اقول حاجه تاني كويس، نحرك انا عايزك تدخل حاجه، قلت الكلمه قصه ان هو ما بيحبهاش، في جوازات اساسا بتبدا غلط. فانا وجهه نظري، انا قلت على الترابيزه انه في نيه من الاول الاخلاص، هي في جوازات بتبدا ببني اساسا الحياة غلط مع الست دي عشان هي سكن ليا وانا سكن ليها مثلا، والجوازه اللي بتبدا اساسا غلط مليون في الميه ممكن يحصل فيها كده. طيب اتفضل يا رجاله بقى مع بعض، اتفضل تعالى بقى حبيبي. ايه رايك انت؟ لا بص لحضرتك على حاجه، هي الفكره كلها في ان بدايه الجواز اصلا سيكولوجيه الراجل غير سيكولوجيه الست. الراجل بطبعه بعد الجواز بيميل انه يبقى ساكت او ما يتكلمش كتير او ما يعبرش عن اعجابه بطبيعه الراجل عامه على فكره. لا بعد الجواز بتزيد، لا قبل الجواز في الخطوبه تلاقي الراجل اللي ما اقولكش بي... لا الراجل مش كلامان، الراجل عنده مشكله بياخدها على جنب ويحلها ويرتبها. لا لا مش فكره مشاكل، انا الراجل ده انا مش كلامان قوي، مش انت لكن مش متعلمني. لكن هو بيدير حياته كويس، يعني بيقول ان انا ممكن ادير حياتي من غير ما ابقى كلامانجي. لا لا مش فكره انه كلامانجي، هو بطبيعه الراجل قبل الجواز بيبقى واضح وجميل وحلو، وبرده الست وبرده الست لا وبرده الست. طب خليك كمل وجهه نظرك. كمل وبرده الست، الست بعد الجواز بيبقى مقياسها في الحياه هو عيون جوزها، هي عايزه تشوف نفسها في عيون جوزها، هل هي حلوه، هل هي جميله. طبعا في بدايه الجواز انا من وجهه نظري كرامي، يعني يوم ما اخترت ان انا اتجوز اخترت اللي هتكملني، يعني عندي حاجات ناقصه موجوده عندها هنكمل بعض. مش رايح اختار واحده عندها نفس المواصفات اللي عندي او نفس التطابق بالظبط، وبالتالي التكامل ده لما يبقى موجود خلاص فكره انك تبص بره اصلا مش هتبقى موجوده. فاهمه قصدي؟ هي دي الفكره، العنوان الرئيسي. حصل كده ولقيتها اتغيرت. كم من اصحابك على علاقه بستات ثانيه غير مراتاتهم بدون ذكر اسامي طبعا عشان ما نفضحهم؟ لا ممكن تقولي لا. لا 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 هو بامانه والله ما في، بس هو بحكم شغلي يعني طبيعه شغلي ما فيش فرصه ان انا ايه، بس انا بيجي لي ناس. كام ست بحكم شغلك بتشتكي ان جوازاتها بتيجي او جايه تخس عشان خاطر هي شاكه ان جوازاتها بتعرف عليها؟ هي حاطه في دماغها الكونسبت بتاع شكلها هو ده السبب الرئيسي انه مخلي جوزها يبص بره. طب وانت لما بتعالج يعني بتحسسها وكده بتلاقي ان هو ده ممكن يبقى في رجاله بيفرق معاها زي ما قلت لحضرتك، الراجل الطفص او جوازه من الست هو مجرد شكل او مجرد منظر او حاجه في البيت، حابب انه دايما تبقى حلوه. انت فاهم قصدي؟ ممكن تبقى ست تخينه وهو شايفها حلوه، دي وجهات نظر بتختلف من راجل لراجل. بس بنسبه كبيره انت طبعا بتاع تجميل وبتشوف بنسبه كبيره هما بيجوا عندهم هستيريه الجمال ولازم ابقى احلى من فلانه الفلانيه والفنانه الفلانيه. ما هي عشان هي ربطت نفسها في الخانه دي، هي حطت دماغها ان هو الراجل بيبص بره عشان دي احلى ولا منها. هو اللي اختزلها في الجمال، هو اللي بيفكر بكده. والله في نسبه كبيره جدا في نسبه كبيره جدا من الرجاله هي طريقه تفكيرها كده. في رجاله بتيجي مع ستاتهم احنا عايزين انا عايز انزلها، هي مش عندهاش الرغبه، انا عايز انزلها عشان يبقى شكلها حلو.